بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قام الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يوم أمس بزيارة إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. حيث قدما تعازي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسي الخليفه ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ال سعود امير منطقه الرياض واصحاب السمو الملكي الامراء اشقائه الكرام. وذلك بوفاه صاحب السمو الملكي الامير بندر بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله دعينا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته وقد عبر صاحب السمو الملكي امير الرياض عن خالص شكره وتقديره لجلاله الملك المفدى على مشاعر جلالته النبيله الصادقه والتي تعكس عمق العلاقات الاخويه التاريخيه الوطيده بين البلدين والشعبين الشقيقين